حسين كثير حاول يوقفه ويكسر، لكن إذا حس على كثير إذا أنا نكسر هي زي رح نرجع. لما انتبهتم وكتبت الجامعة على الصادق كنا عارفين كيف نعمل كيف نساوي لقيتك ثلاث شهور معي مرة وهيك حتى البحر ما دخل أساس إنه مشتري ولا أعرف عين الله عين الله. سلطان وين شغلت؟ وينك يا شيخ؟ وينك؟ شو؟ كله تمام كله تمام. شو كله تمام يا شيخ؟ شو ملام؟ شو شكلك طامس؟ شكلك قصر؟ علينا الحديث؟ صحصح خليك معك. أنا اسمي آدم، أنا جاكم بجمال ساكن في منطقة الطبيعة في الطابق. أنا أمير هذه الكلية. يا أسلام بالطابق. خلينا ساعة. ربنا عافيك يا على وشك.
شوف ملا واحد اليوم كان معنا بالصف معنا بلش غليظ كثير غليظ كثير غليظ كثير ما بس غليظ الموضوع انه كان كثير سميك قاعد ثاني طبقه وعلى حاطه ربعي وعلى المعلم ضرب مع المعلم عينه على المعلم انا صراحه عم فكر بشيء ثاني صراحه ما كان مفكر كذا حذر شو شفت البنت شفناها الاول ايش قلت لك؟ ايه اللي هونيك من بقى شفنا انا ما عرفت لك اللي وين هي جارتنا طبعي تحت منا والله اسمها تيا واخوها اسمه امير ده جد؟ هي اخو بعجبك انا وساكنين معنا بنفس البنية؟ صح شو قصته هيدي؟ لازم نظبط وضعك لازم نظبط وضعك بتقدر تجيب رقمك بسهولة هي بسهولة اوكي بس يمكن ما تعطيني رقمها لانه ما بعرفه ولا بتعرفني علمك انت السلطان اعطيك رقمك ما تعرفني أول قلبك مسكت والله انت رحمة ما تخبرني ما تطول لانه عندي انترفيو بحكي بعدين مرحبا انا سلطان وانا سياف يا سيكو هون ايه انا ساكن صوبيا الثالث أنا بتاعي؟ يعني تحت كتير؟ فيني شيني خبري شغلة؟ تفضل برحة شفتك بالقهوة انتي عم تدرسي يمكن او عم تالي كنا مشين انا وقال صراحة عجبت فيك الفطير مازل كتير كتير مش كيزة كنا عم تعرف عم تدر لأنه طعنا شبه تعرف عم تدر هاي بباك أنا زمان في مشكلة أكيد يعني شو؟ وهيدا رقمي يا حلو كل رقمك منيحة؟ صار لك شيء؟ منيحة بس صراحة كتير كنت خايفة الحمد لله سلمتي الله يسلمك عن جد وحياة الله ما كنت بعرف شو بدي أعمل لو أنت كنت موجود ولو بس مرتيني ما تجي لحالك هيك كتير ثانك يو بعرف انت باخذ كابتشينو اوكي بعدين
2 كابتشينز ابري شو صار معك كل الشغل؟ والله روح نسيت عم نشتغل نعم تعرفهم كل يوم؟ امبارح مع شغل ولسه في شو ما صار معك رد سلطان يعني ما عم يرد؟ ما بعرف انا عم دق له بس ما عم يرد خلص نسيت خلص فصل لي معنا هيك قلت شكلها ما عاد بضبط معنا لعبة الشغل اليوم نشوف حدا غيره شو قلها هو الا ما تزبط الا ما تزبط ابو حميد معلم ايوه كيفك شو الاخبار طمنا معلم انسى سلطان وانسى الحديث انت كيفك الحمد لله معلم اشتقنا لك يا زلمه والله دارس طول النهار ما عم نخلص الله وكيلك تعبت يلا بتهون والله يا مدام شو يا روميو؟ وين على اساس الواعدين الشباب صار لنا جمعة على اساس بنلعب تشدي والقصص وحضرتك ما بترد على التليفون كنت معطيها صراحة يا دمان جلتية ما هيك؟ شو هذا؟ جنب شكله أنا والله بسطت كثير اليوم القعدة حبيت يصلح على شعبين فبس تكوني فاضية خليني كمان شعبين القعدة الحلوة باي مرحبا كيف كيفك يا آدم الحمد لله تمام ماشي في لحظة في مجال بس آخذ من وقتك بدنا نحكي موضوع كثير ضروري سوري عن جد سؤالية عندي شيء كثير مستعجلة أنت خايفة حبيب القلب شفنا مع بعض؟ تذكر لما كنا صغار؟ تذكر الصبي؟ أنا كنت الصبي نحب بعض طيب بعد كل هيدا الحديث بس محمد شو بدك هلأ؟ بدي إياك تتركي أنت وسلطان هيدا الشيء مستحيل ما تفكر فيه أبداً وبليز ما تعيده لأنه أنا هلأ قلبي مع سلطان ومستحيل يكون مع حدا تاني أبداً وما تعيد هذا الحديث وإلا وإلا؟ فضل أن نسكر على الموضوع وبعد كيفك شو اخبارك؟ طمنا عنك شو اخبارك؟ والله الحمد لله معلم، معلم عايزك بموضوع ضروري يلا مش لا, لا 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 الله يرضى عليك والله مستعجل عندي مشوار هون قل تفضل معلم بس حبيت اقول لك كلمة انه صعب الواحد يكون عنده اخت بنت هالايام و حقول لك كيف يعني معلم خصوصا لما تحب وتتمعشى لا شو بتقول؟ معلم انا والله واجعني قلبي عليك من وجعي عم بحكي معك هذا الكلام بقى شوف اختك بالليل مع مين عم تحكي ومع مين عم تطلع وتروح وتفوت ما فهمت ما فهمت علي طيب انا حاقول لك بس كلمتين هذا هو سلطان سلام يا اختي نعم بدي احكي معك شبك ما في شيء تيار بدي احكي معك افتحي لي الباب مفتوح تيار شبك ما في شيء ليك متضايقة ومعصبة ما بعرف اخي كثير متضايقة ومخنوقة ومعصبة ما في شيء احكي لي شغلتي لي بالي بصراحة من شوي شفت آدم وخبرني إنه جاد اللي هو سلطان مبارح كتير حتى قال لي إنه هو الصبي اللي كنا نحب بعض نحن وصغار وقال لي إنه يمكن يخبر سلطان كل شيء أو بالأحلى أكيد حيخبر كل شيء يا عم هيدا عقله شو صغير خلص أنا بحكي سلطان بس سلطان حيتضايق وحيزعل وحيعصب أنا هحكي مع سلطان بعدين السؤال أنت وسلطان تحبوا بعض؟ بنحب
بعلم بلا اكيد كثير، بس كنت خايفه انه انت تتعصب او تزعل مني او تتضايق. لا بالعكس، سلطان شاب ادمي، كيف انا حامل مع اهتمام؟ بعدين هو ابن الجيران، منه غريب. الو يا جار، انا الحمد لله، انت كيف؟ تمام اوكي، طيب تمام يلا، بس خير شغلت لي بالي في شيء يعني؟ طيب لك انا هلا شوي وراح اوصل على البيت. يلا يلا تمام ماشي حبيبي، يلا باي باي. انت شو مخبص بالحكي عني وعنتيا؟ قايلة مخبر كل شيء لأمير؟ شو مخبص؟ أنا ما عم مخبص. إنه النهر عم يمشي من تحت الجاية وما عارف شو. معلم كذب، بس انت شو كذب؟ انت بتصدق كل الناس إلا رفيقك. شو كذب؟ مين في اللي بيقدر بيحكي عني بالقفا دهر؟ معلم انت عم تقضي وقت مع حبيبتنا القديمة. لحظة، شو قصدك حبيبتنا القديمة؟ خبرني، شو قصدك حبيبتنا القديمة؟ شكلك ما حكيتك حبيبة القلب، ما خبرتك معي. شو قصدك؟ والله انت على بركة. لو انا غيم عم بحكي معك انا. شوك شو هدول؟ أنا وهي. بدي نصدق كل العالم إلا فيها. سلطان خبركم من رأيه شيء او هيك؟ عم بردوا له كثير مشان بيرد علي. لا ما بعرف ولا بتعرف، وعلى الفكره امبارحه انا حكيت له عن كل شيء. انا شو قصدك بكل شيء؟ عن كل شيء عني وعنك. باي. Thank you.
حاسه انه في شيء وشفت شيء بالوقت اللي شفتك وما حكيت منك ابدا. حاول احكيك، اتصل فيك، ابعث لك مسجز، ما ترد، سالت عنك ادم، وبعدين هيك بدك تضل ساكت؟ ما بدك تحكي؟ ما بدك ترد علي؟ شو بدي احكي؟ هاتيها شو بدي احكي؟ اخوكي قال لي كل شيء عنك، انت وادم. قال لي انه انتم عندكم ماضي، كنتوا تحبوا بعض انتم وانتم صغار. اعطاكي صوره انت وياه. شو بدي احكي هسه؟ يا حبيبي كان بدي اخبرك بس ما بدي يصير لك شيء او تتخانقوا مع بعض. وايمتى بدك تخبريني انت اياه؟ ايمتى؟ بعد ما الكل يعرفوا؟ وكرمال يصير شيء بيناتنا؟ خلص امبارح صار، تخانقنا انا وياه. شو؟ ايمتى؟ خلص انا من يومي رايح ما عاد خبي شيء عنك، المهم نحن سوا. بس ما في شيء اسمه تيانا، ما في شيء انا وياك اسمه حب وعلاقه وما بعرف شو. بس انا بحبك. لك انا شو انا مالك؟ انا بعشقك. خلاص انا اذا بدي اختارك بدي اخسر رفيق، واذا بدي اختار رفيق بدي اخسر حب حياتي. شو لحروم من حياتك وكون مجرد عابر سبيل. سلطان رجلي تبقى حالك اليوم بتمنى لك حياتك منها. عابر سبيل في هالحياة دمعي سيل، سودة غيوم وكثرة هموم وقلبي عليل. بحزي أنا شامخ رصين مثل النخيل، جسدي نحيل وبكل زمان صبري جميل. شو ما حكيت أو ما شكيت حظي قليل، وليلي طويل أنا في هالحياة عابر سبيل. ومن الحبيب جسدي سليل كني قتيل، ويلي جرى نزل دموعي سلسبيل. شعل فتيل ولني أصيل برب الجليل، طل الوفا لروح الخليل. أنا وقت الشد لما يبلش العند بهد الدنيا هد، وأنا وحدي بشيل لو حملت إيد. دنيا التي تهواها نفسي دائما، وتصر أن يبقى فؤادي هائما. هيا اتركيني قبل موتي، إنني أهوى العدالة لا أريدك ظالما. عابر سبيل في هالحياة ودمعي سيل، سودة غيوم وكثرة هموم وقلبي عليل. بعزي أنا شامخ رصين مثل النخيل، جسدي نحيل وبكل زمان صبري جميل. هجم الشجون علي مذ أقبلتي، غدر الزمان فيا مثعنق.